95 ريالا على هذه اللي هي البيبروميا البروسترادا. طيب في البعض يسميها ظهر السلحفاة لأنه أوراقها شبيهة سبحان الله بظهر السلحفاة، وفي البعض بيقول لي يا أستاذ تخطيطاتها بتجي فيها ألوان. طبيعي في حال إنها تعرضت لضوء عالي جيد ممتاز، ثق تماما حتعطيك الألوان الحمراء والتخطيطات الشديدة في أوراقها. هي ما شاء الله تبارك الله كثيفة عندنا. طيب هذه قبل كده ذكرنا العصاريات، الكثير يرتكب خطأ ويسقي من الأعلى بطريقة عشوائية ولا يكلف خاطره إن هو يسقي من الأطراف أو يسقي من أسفل الحوض. نيجي نشوف هنا ما شاء الله تبارك الله أوراقها الجديدة بدأت تأخذ اللون الداكن بسبب تعرضها للضوء، موضوعها هنا عندنا عند الشمس الغير مباشرة، فلذلك بدأت ألوانها تأخذ ألوان داكنة، فهي معروضة عندنا فهي ب95 ريالا. شفت كيف الإضاءة الغير مباشرة متجهة ناحيتها الأوراق اللي هي معطيتنا ألوان داكنة، فهلم بنا.